الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده في لقائنا الماضي. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم التجانس، قلنا إذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني الحكم الإدغام، مثل المثال الذي معنا في هذه السورة: عبدتم الدال والتاء مخرجهم واحد وصفاتهم مختلفة. أدي معنى التجانس، يعني مخرجهم واحد والصفات متباعدة، تمام. فالدال والتاء من يعني حرفين متجانسين، فإذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني هيضغم الحرف الأول في الحرف الثاني، وبنعوض مكانه به بالشدة على الحرف الآخر، وتنزل حركة الحرف الثاني زي ما هي فوق الشدة. فالتشديد ده علامة أن الحرف ده مضغم في حرف آخر. ما حدش يعني يظن إحنا لو بدأنا عبدتم دي، تمام، لو قلنا يعني بدأنا بالتاء وحديها من أولها، والكلام ده اتكلمنا فيه في لقاءات ماضية، إنه الحرف يبدأ به مشدد، إنما يبدأ به مخفف، زي ما خدنا في كلمة هي، زي مثلا في الإدغام. في الإدغام مثلا من ماء، هنا الميم هتبقى مشددة بالشكل دي. طب لو بدأنا بكلمة ماء، مش هقول ماء، تمام، مش هينفع، انما هيبدا بها هي ماء على طول. طب ما ليه حاطين شده فوقيها؟ التشديد ده علامه انه في حرف مضغم فيها اخر، في حرف مثلا تجارتهم فما ربحت هذه اخرها كلمه ربحت اخرها ت، وتجارتهم اولها ت، فهنضغم الت الاولانيه بين وننزل الكسره زي ما هي. فالتشديد ده علامه انه الحرف ده مضغم في حرف اخر، خلاص. فما حدش ينطق الحرف الاول، هو مش هيجي اصلا في اللسان انه يتنطق الحرف الاول يعني مشدد. طب هنكمل كده، بس احنا حبينا ان احنا نسترجع كده الكلام مع بعض. ايش بالنسبه للامثله؟ طبعا انا الشاهد قدامي بيجي قدامي على طول، يعني مش بنكون محضرين للأمثلة، عشان كده بعض الأمثلة بتفلت مننا. يعني هنبدأ كده، ولا برضو حد مساحة تاني اهي، ولا أنا عابد ما عبدتم. ميم هنقوله ميم سكون، ميم سكون عبدتم، وما دام سكنت الميم هيبقى فيها صفة التوسط، خلي بالكم، بس التوسط بيجي قليلا معايا، خلاص. عبدتم، ودي اللي هي رقم 4. هنقول واو فتحة وا، لام فتحة لا، ألف مد طبيعي حركتين، ولا ألف همزة وفتحة آ. طبعا كده انتقل ده من المد الطبيعي للمد اللي هي للمد المنفصل، لانه بقوا في كلمتين، خلاص. ده مد ايه؟ مد منفصل. في كام؟ في 4 أو 5 حركات على حفص الشاطبية، وطبعا القراء الباقيين هنبقى نعرفهم في اللقاء لما بنجمع الصور. نون سكون ان، نون سكون ان، طبعا انا نطقت النون لان انا وقفت عليها، خلاص. لكن كده ما دام سكنت النون دي لازم اعرف ايه الحرف اللي بعديه، عشان بناء عليها احكم عليها هل هي هتبقى مظهره ولا مخفيه ولا مضغمه ولا فيها اقلاب. لقيت الحرف اللي بعديها حرف التاء، تاء ضمه ولا انت. طب ما دام ت، اذا السكون ده اللي عليها هنعمل ايه؟ هيتشال. ليه؟ لانه خلاص النون دي اتخفت عند التاء، فهنا الحركة بتاعتها راحت، اللي هي او التشكيلة بتاعتها راحت، اللي هو السكون، خلاص كده. يبقى هنا فيها اخفاء، والاخفاء تسحب الغنة ونحط علامة الغنة. ولا انتو، ميم سكون انتم، ولا انتم. عين فتحة عا، شوفها لي كده في الألف الصغيرة والكبيرة كده عندك. عابدونا مثالي بالألف الطويلة، تمام.
صغيرة؟ طب والأولانية؟ هما فين؟ في واحدة فوق، هما الاثنين بصغيرة؟ كله بالصغيرة. ولا أنتم عبدون ما أعبد. ماشي. أنا حسني بقى في الصغيرة. تمام؟ ماشي؟ طيب. يبقى هنقول عين فتحة عاء، ألف مد طبيعي حركتين، عاء باء كسرة بي عابي دال ضمة دو، وإحنا خدناها فوق طبعا هي نفسها الآية، عابدو واو مد طبيعي حركتين، نون فتحة ناء عابدون، ميم فتحة ما عابدون ما، ألف مد طبيعي حركتين عابدون ما، هيجي بعديه همزة صار المد الطبيعي مد منفصل أربع أو خمس حركات شاطبية. تمام؟ ولا أنتم عابدون ماء، عين سكون توسط، أحط علامة التوسط اللي احنا تعودناها، باء ضم أبو عاب ما أعبو، دال ضم دو أعبدو، ولما أقف عليها هقف عليها بالسكون والقلقلة تصير أعبد أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لام فتحة لا، كاف ضم كو لكم، ميم سكون توسط لكم لكم، دال كسرة دي لكم دي، يا مد طبيعي حركتين لكم دي، نون ضم نو لكم دينو، كاف ضم كو لكم دينكو. تبقى بعد كده الميم هنحط عليها السكون والتوسط، لكم دينكم لكم دينكم. هنبين في الاخطاء ان شاء الله، هنبين في الاخطاء. لكم دينكم، واو فتحة وا، لام كسرة لي ولي، يا فتحة يا وليا وليا، دال كسرة دي وليا دي، يا مد طبيعي حركتين وليا دي دي، نون كسرة ني وليا ديني وليا ديني، وهقف عليها بالسكون وتصير الياء مد عارض للسكون، اثنين أربعة ست حركات. وبكده نكون انتهينا من سورة الكافرون. هنقرأها مع السور السابقة اللي احنا بدأنا منها، من سورة المسد وسورة النصر وسورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.